أنا هنا عايز أقول إنه روسيا أظهرت خلال الدورة دي قدرة فائقة وعملاقة في تنظيم الفعاليات الضخمة دون أدنى مشكلة تصادف أي من المشاركين، إلى جانب تنويع الاهتمامات والموضوعات اللي بتحقق الفائدة المشتركة، حيث خرجت الدورة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بقيمة الحقيقة يعني التريليون وأربع مليارات روبل روسي. طيب بما في ذلك بقى مشروعات مع مصر، ده بقى مهم، بقيمة تصل لتسعين مليار، حوالي 90 مليار روبل، وده في إطار اتفاق بين شركة مصرية وشركة روسية على إنتاج زيوت طعام بهدف التصدير بقيمة 19 مليار روبل، والاتفاق بين شركة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانس ماش هولدينج الروسية على ايه بقى؟ على توريد 1.3 ألف عربة سكك حديدية بقيمة تقريبا 71 مليار روبل. وكمان شهدت القمة الأولى الحقيقة زخم كبير من التفاهمات حول توسيع التعاون بين روسيا ودول القارة بقيمة 1.3 تريليون روبل في مختلف المجالات التكنولوجية والصناعية والزراعية والطاقة والنقل والمواصلات. ولكن بقى للأسف الشديد إنه سوء الحظ صادف أغلب هذه التفاهمات، حيث لم تجد طريقها إلى النور، وربما باستثناء الاتفاقيات المبرمة ما بين روسيا ومصر واللي تم تنفيذها بالكامل، إضافة بالطبع للعديد من الاتفاقات الأخرى، حيث ينبغي هنا أن احنا نعترف بحقيقة مؤكدة، وهي في أن التعاون بين روسيا ومصر بيستند في المقام الأول إلى إصرار البلدين على المضي قدما في أو على طريق تنفيذ كل ما يتفقان عليه من مشروعات مهما كانت الظروف سواء الدولية أو الداخلية في البلدين. لفترة طويلة من الزمن اعتبرت روسيا مصر شريكا رائدا لها في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، ويرجع تاريخ العلاقات بينهما إلى 26 أغسطس من عام 1943، حينما تم تدشين الروابط الدبلوماسية وتبادل إقامة السفارات والقنصليات. وبمساعدة الاتحاد السوفيتي خلال الستينات تم تنفيذ 97 مشروعا كبيرا في مصر، بما في ذلك السد العالي في أسوان، مصنع حلوان لأعمال الصلب، ومصنع نجع حمادي للألومنيوم. واليوم ونحن في جمهورية جديدة تعتبر روسيا ومصر شريكان رئيسيان، فقد قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.7 مليار دولار في عام 2018، كما أن هناك أكثر من 400 شركة روسية تعمل في مصر، توفر عشرات الآلاف من فرص العمل في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، بخلاف شركات النفط الروسية الكبرى التي تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 7.4 مليار دولار. ومن أكبر المشروعات الواعدة بين مصر وروسيا إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء التي تعيد إحياء الحلم النووي المصري. ففي فبراير عام 2015 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره فلاديمير بوتين اتفاقية إقامة أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى تستوعب حتى 8 محطات نووية تنفذ على 8 مراحل. كما سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا زيادة مطلقة
المضطردة، وبلغ حجم التجارة 17.8 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وقد سجلت الصادرات المصرية إلى روسيا نمواً بنسبة 21% إلى 544.1 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، ارتفاعاً من 449.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى صعيد السياحة، يتم تشغيل 3 رحلات يومية بين القاهرة وموسكو، بالإضافة إلى طائرات مستأجرة من المدن الروسية إلى المنتجعات المصرية مباشرة. واحتلت مصر المرتبة الثانية بين المقاصد الأجنبية الأكثر شعبية للسياح الروس بحسب تصريحات السفير الروسي بالقاهرة خلال الندوة الإعلامية، الذي أشار إلى زيارة نحو 1,000,000 سائح روسي مصر عام 2022، متوقعاً أن يتضاعف هذا العدد خلال العام الحالي.